بشأن موضوع الجلسة القادمة إن شاء الله، وبشأن موضوع اليوم تشكيلة الحكومة القادمة إن شاء الله برئاسة يعني محمد السوداني. اليوم أعتقد حتى الورقة الأخيرة التي كان لربما يلعبها بعض السياسيين أعتبرها أنا سقطت، انتهت اليوم عملية اليوم السجال السياسي بقضية تشكيل الحكومة. البوادر بدأت حقيقة من المفاوضات والمشاكل العالقة التي على طوال سنة كاملة هنالك مشاكل كانت بالبيت الكردي، والحمد لله الإطار التنسيقي والإخوان السياسيين بدأوا يذوبون هذا الانحلال وبدأ بالتوافق، واليوم استلم رئيس الجمهورية العراقي، وأعتقد كانت فرحة مو للسياسيين بقدر ما كانت فرحة للعراقيين حقيقة عامة على التواصل الاجتماعي على الواقع الحال أنه سنة كاملة انسداد سياسي. تشعر أن السيد هناك فرحة عراقية أكيد عامة؟ أكيد طبعا، لأنه الأزمة قوية جدا حقيقة، التأزم الوضع الاقتصادي أيضا، إطالة حكومة مصطفى الكاظمي الحكومة السوداء أنا أسميها طبعا في مرحلة صعبة جدا كانت حقيقة، اللي ما قدمت أي شيء هي للعراق. أيضا حكومة بالتالي التيار والإطار. خلي أكمل فكرة أستاذ علي إذا سمحت لي. تفضل. فبالتالي اليوم هل سينجح محمد السوداني أم ما ينجح؟ هسه بوادر الخير موجودة نتفائل، ولكن معطيات الموضوع أنه محمد السوداني ينجح في عملية